بالتعاون بين فرع الشبيبة ومديرية الصحة في محافظة الرقة أقيمت دورة إسعافات أولية وبمشاركة 45 طالبا وطالبة. ضمن خطة منظمة اتحاد شبيبة الثورة اللي تستهدف الشباب تنمية مهاراتهم، رعاية مواهبهم، تنمية قدراتهم الإبداعية، أقام فرع الرقة اتحاد شبيبة الثورة دورة إسعافات أولية بالتعاون مع مديرية الصحة. الهدف منها نشر الثقافة الصحية لدى جيل الشباب ونشر في المجتمع المحلي. من خلال التشاركية بين اتحاد شبيبة الثورة فرع الرقة ومديرية صحة الرقة، قامت مديرية الصحة عبر فرقها بدورة إسعافية للرفاق الشبابيين في اتحاد شبيبة الثورة فرع الرقة. وقد تم خلال الدورة تدريب الطلاب على بعض الإسعافات الأولية مثل حقن الأبر وقياس الضغط وإسعاف الحروق وتضميد الجروح. نشكر فرع الشبيبة بالرقة ونشكر مديرية الصحة بالرقة على هذه الورشة التثقيفية. نحن كجيل شباب يجب أن يكون لدينا بصمة في هذا المجتمع، والإسعافات الأولية ضرورية في كل منزل وفي كل مكان. تعلمنا أشياء كثيرة، منهم قياس الضغط وضربات الشمس والأشياء ممكن ممارستها في البيت أو في المدرسة أو في الشارع نساعد الآخرين. خضعنا لدورة تثقيفية صحية هي إسعافات أولية، منها قياس الضغط، لدغة الأفعى أو العقرب، ومنها ضربات الشمس، ضربة حرارية أو ضربة شمس مباشرة. تعلمنا أشياء كثيرة وأشياء مفيدة، نستخدم أشياء هذه الأشياء إلى حين نقل المريض إلى أقرب مركز صحي. وتأتي أهمية هذه الدورات من حيث تعزيز الثقافة الصحية لدى جيل الشباب. عبد الحميد الشخير، الإخبارية السورية، ريف الرقة الشرقي المحرر.